بكم إلى موجز أخبار الآن. يسود الهدوء في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء في جنوب سوريا غدا بدء وقف لإطلاق النار بموجب اتفاق روسي أمريكي أردني، على الرغم من تسجيل بعض الخروقات المحدودة وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى هدوء يسود في المحافظات الثلاث منذ فجر اليوم بعد حوادث متفرقة ليلا، أبرزها في درعا حيث أطلقت قوات النظام قذيفتين على بلدة الصيدة في ريف درعا الشرقي. قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن النصر بات محسوما على داعش في الموصل، وإن بقايا التنظيم محاصرون في الأشبار الأخيرة من المدينة. وكان العبادي قد زار الموصل لتهنئة القوات على استعادة المدينة من قبضة داعش، لكنه لم يعلن رسميا عن الانتصار في الموصل قائلا إن ذلك سيتم عند تطهير الجيوب الأخيرة لمسلحي التنظيم. أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجوبير أن بلاده مستمرة في مقاطعتها لقطر ما دامت تدعم الإرهاب وتمول تنظيمات في المنطقة. وفي تصريحات على هامش مشاركته في قمة هامبورغ في ألمانيا، قال الجوبير إن محور الأزمة ما بين الدوحة وجيرانها العرب يتلخص في صلتها بالأفراد المتطرفين الذين تؤويهم داخل أراضيها. لقي ما لا يقل عن 16 مسلحا من جماعة طالبان مصرعهم إثر عملية أمنية نفذتها القوات الأمنية في إقليم لوجار بوسط أفغانستان. ونقلت وكالة أنباء خام بريس الأفغانية عن مسؤولين في الحكومة المحلية أنه تم الكشف عن 8 أجهزة متفجرة محلية الصنع مخزنة في أحد المساجد أثناء العملية، إلى جانب 10 دراجات نارية. وجه النائب الأول للرئيس السوداني رئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح وزارة الداخلية بتحسين أوضاع اللاجئين في السودان وتوفير الخدمات الضرورية لهم، كما أكد على ضرورة إحكام التنسيق مع المنظمات العاملة في هذا المجال بجانب الاهتمام بالقرى المستضيفة للاجئين وترقية وتحسين الخدمات بها. توصلت دراسة طبية أجريت في جامعة توهوكو في اليابان أن تناول الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت والليمون بصورة يومية يقلل بمقدار الربع فرص الإصابة بالخرف، إذ تحتوي الحمضيات على حامض الستريك والنوبليتين اللذين يعملان على إبطاء خطى تراجع كفاءة الذاكرة. وتعد هذه الدراسة الأولى من نوعها التي تتحقق من آثار استهلاك الحمضيات على كفاءة الذاكرة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.